الافطار يكون باشياء طبيعيه، التمر ربما ماذا بينا حليب طبيعي. بالنسبه للوجبه تكون طبعا فيها خضر، سلطه، حساء متنوع، يمكن ان يكون حساء كما نقولوا احنا الفريك، حساء الخضر. الطبق الرئيسي طبعا ثاني كما دابينا نكثروا فيه الخضر حسب الامكان والمستطاع. بالنسبه لكميات البروتينات طبعا تكون بالمعقول وتكون اقل دهون ممكنه. اذا كان قسم الانسان الوجبه تاعو على مرتين، يقول لك انا كل شوربه ولا سلاد اون بروميير طون، بعد لو دوزيام بلا ابري التراويح، يعني يكون هي فكره خاطئه. يستحسن ان الانسان ياخذ الوجبه المتوازنه تاعو مره واحده، والسهره هذه نخلي الانسان روحو فيها خفيف باش ما يعرقلش عمليه كما نقولوا الصيانه اثناء النوم. لانه الانسان لما ياكل في السهره وجبه ثقيله وصدر كما نقولوا احنا يروح يرقد مباشره، هذيك المواد اللي تناولها كلها تخزن في الجسم على شكل دهون وتزيد في الوزن تاعو وتاثر عليه. اللي حاب يصوم صيام صحي ماهيش إجبارية، يكفي أنه الإنسان يتناول وجبة فطور صحية عنده السحور تاعو من بعد نورمالمون كافية جدا. العادة جرت أن الإنسان يتناول كمية كبيرة من السكريات، وهي عبارة عن شغل مواد غير صحية غنية بالطاقة، غنية بالسعرات الحرارية، سكريات، دهون. يستحسن أن تكون الأمور هذه بكمية جد قليلة وليست بصفة متكررة، ماهيش كل يوم. البديل الصحي يكون عبارة عن مشروبات صحية، ربما الشاي الأخضر، ليتيزان، بعض المكسرات. تكون يعني متأخرة أقصى شيء ممكن. لابد أن تزود الإنسان بالسكريات البطيئة، يكون فيها كمية من الألياف على شكل فواكه. السكريات البطيئة طبعا احنا المشهور عندنا هو الكسكس. الكسكس يستحسن أن يكون بالخضر، إذا كان كسكس تاع الزبيب يكون بكمية يعني جد قليلة. السوائل، لابد الإنسان من أذان المغرب حتى السحور لابد أن يتناول أقل شيء لتر ونصف إلى لترين من السوائل حتى يعوض كمية الماء اللي المفقودة خلال يوم الصيام الطويل. شهر رمضان دار الله سبحانه وتعالى من أجل تخليص الجسم من السموم التي يجمعها الإنسان خلال 11 شهر. دونك ماذا به الإنسان يخلي هذا الشهر الفضيل فرصة لتصفية الجسم من كامل هذه السموم. والشيء المناسب طبعا يكون بتناول أغذية صحية ومتوازنة خلال وجبة الإفطار. معناها السلوكات السيئة اللي نشوفوها يعني منتشرة كثير من اقتناء مختلف الحلويات والمواد كثيرة الدهون والمشروبات الغازية الغنية بالسكريات والمضافات الغذائية، هذه كلها يعني لا علاقة لها بالصوم الصحي.